صباح الخير. اليوم بفت بيت رح نكون عم نشتغل ورك اوت كتير بحبه أنا شخصياً، اللي هو بيجمع بين الكور والإيدين. يعني رح نشغل عضلات إيدينا ومعدتنا. رح نكون عم بلش بأول اكسرسايز. أنا ونعيمة على الأرض مثل ما شايفين، معي دمبلز. فيكم تكونوا أنتوا عم تنقوا الوزن اللي بناسبكم. بنصحكم إذا كنتوا بعدكم مبلشين جديد أكيد يكون الوزن خفيف، يعني أنا ماسكة كيلو ونص بكيلو ونص. رح كون عم بلش بأول اكسرسايز مثل ما قلت لكم، عم ثبت إجري بهالشكل. هون رح كون عم شد معدتي، بفتح التشست ورح بلش افتح إيدي to the side back to the center كمان. قد ما فينا بنحاول نثبت حالنا. واخر مرة. وبريح. ثاني اكسرسايز رح نكون عم نشتغله كمان للايدين للمعدة. رح كون عم نام على ظهري، عم بطلع بإجري 90 درجة تقريبا بهالشكل، بثبتهم هون. أكيد معدتي على طول انجيجد ومشدودة، رقبتي على الأرض. رح كون عم بطلع بهالشكل، إيدي رح أشتغل إكستنشن للإيدين، نزلهم لتحت. أكيد ما بننسى النفس كمان. خمسة، ستة، سبعة، آخر مرة، تنين. ريح حالي شوي، باخد نفس. رح نكون عم ننتقل كمان لإكسرسايز مثل ما بلشنا بالوضعية الأولى، إجري عاليين. رح كون عم بشتغل بايسبس، عم جيب ايدي اللاندي. التشالنج هون قدي انا عم ثبت جسمي، عم شد بمعدتي بنفس الوقت عم شغل ايدي كمان. بعد مرتين واخر مره. ريح، اخذ نفس، ريح حالي. كمان رح انتقل لاكسرسايز اخير. كثير هينين هالاكسرسايزز، بس بالفعل عم حس بمعدتي قد عم تشد وعم شغل ايدي بنفس الوقت مثل ما قلنا. رح كون عم بلش بهذا الاكسرسايز من هيدي الوضعيه، وهون رح اطلع بايدي لفوق، بطلع بجسمي كمان، وبنزل شوي 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 شوي، برجع بنزل. lift yourself كمان، arms up، شوي شوي عم بنزل. ثلاثة، كمان شوي شوي. بعد مرتين slowly down up، شوي شوي down، وبريح. خلصت. أكيد فيني كون عم بعمل stretch لإيدي. stretch منه طويل كتير لأنه خلصنا أول round. كمان رح نرجع نشتغل أكيد second round. take the arms، roll the shoulders، بنوطي the shoulders لنريح حالنا، وهيك نرتاح بعد إذا بدكم 1 minute. بنصحكم مثل العادة شو كنا عم نعمل أكيد another set من هيدا الاكسرسايزز على الأقل لنكون عم نستفيد. بتمنى لكم نهار كله إيجابية ونشاط، وأكيد بشوفكم أنا بتمارين جديدة بكرة.